يا طه الأمين باب كل العالمين موطن للمذنبين حين جاءوا التائبين أو أتوا مستغفرين من ذنوب النادمين موطن للمذنبين حين جاءوا التائبين أو أتوا مستغفرين من ذنوب النادمين لن يكونوا من كان نزيلا واشتكى ذنبا ثقيلا إن من كان نزيلا سبيلا الحفظ وفتا رب إن العبد تاغى زلة يوما أتاها فججت فيه الضيارة رب إن العبد داعيا لي بالسلام